مشاهدينا الكرام، وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معنا في فقرتنا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد حمدي، رئيس تحرير برنامج صباح البلد ومحرر شؤون الرئاسة بجريدة أخبار اليوم. صباح الفل. صباح الهنا. منورني. الله يخليك، ده نورك. هبتدي الجولة بخبر أو موضوع نشر في جريدة أخبار اليوم. طبعا هتقولوا لي أستاذ أحمد حمدي رئيس تحرير البرنامج، هقول لكم أيوة، لأن أستاذ أحمد حمدي أنا من زمان عايزة أعمل معاه لقاء، لأنه بيعمل ملفات مهمة جدا في أخبار اليوم، والملفات دي دايما أقول له أنا عايزة أتناقش معاك في هذه الملفات من كتر أهميتها. النهاردة الموضوع اللي هنتكلم فيه بيكشف حرص الدولة المصرية على تنفيذ استراتيجيتها في زيادة الرقعة الزراعية بمصر. التحقيق جاء بعنوان ملحمة مصرية على طريق محور رود الفرج الضبعة الجديد، مستقبل مصر، ثورة خضراء في قلب الصحراء، آلاف الأفدنة مزروعة بالعشرات من المحاصيل، والأولوية للقمح والذرة، والمشروع يوفر 10,000 فرصة عمل مباشرة و360 ألف فرصة عمل غير مباشرة. جاء في التفاصيل أنه منذ أن أعطى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء بتنفيذ مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي في أبريل من العام 2017، تولي الدولة المصرية أهمية بالغة بالمشروع وتعمل على ضمان نجاحه باعتباره واحدا من أكبر وأهم المشروعات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط والعالم. يهدف المشروع إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتصدير الفائض للخارج، مما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يعد مشروع مستقبل مصر جزءا مهما من مشروع الدلتا الجديدة، حيث يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية، وتبلغ المساحة المستهدف استصلاحها 1,050,000 فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة التي تبلغ 2.2 مليون فدان. أستاذ أحمد، أزمة اقتصادية عالمية، والأزمة دي العالم كله بيواجهها مش بس مصر، لكن من قبل ظهور هذه الأزمة لقينا أن في استراتيجية في الدولة المصرية وقيادة سياسية حريصة عليها لتوسعة الرقعة الزراعية. خليني أقف عند محور رود الفرج الضبع الجديد أو مستقبل مصر، حضرتك زرته؟ أنا كان ليا زيارة من الزيارات للمشروع ده. خليني أقول لك يا رشا، أن المشروع زي ما أنت ذكرت كان في أبريل 2017، و 2017 ده قبل كورونا، قبل ما تكون في الأزمة الأوكرانية الروسية. الفكرة في المشروع ده لما جيت عمل كان من ضمن سلسلة مشروعات الناس شايفة أن إحنا ما فيش داعي لأن إحنا نعمل المشروعات ده في الوقت ده، وأن فلوس كتيرة بتترمي في مشروع بعيد، وأن إحنا مش محتاجين نرمي هذه الملايين وهذه الفلوس في مشروعات يعني في حاجات هنا هياتي أو لا مع كان الوقت ده من إنشاء المشروع كان الهدف أن هو يوفر فرص عمل، كان الهدف أن هو يحقق نوع من الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، كان الهدف ان انت لما تقلل عملية الاستيراد تقدر تقلل العملة الصعبة. لكن في الوقت ده الدولة حاطة في حسابها ان هيكون في كورونا، ولا كانت الدولة حاطة في حساباتها ان هيكون في ازمة روسية اوكرانية. مشروع مستقبل مصر من ضمن المشروعات اللي نقدر نقول عليها بالبلدي كده القرش الابيض نفع في اليوم الاسود. مشروع مستقبل مصر من المشروعات في الشق الزراعي اللي كانت بالنسبة لمصر في الوقت الحالي طول نجاح في جزء زي محاصيل القمح. مشروع مستقبل مصر في زراعات قمح، بطاطس، بنجر، كل كل الزراعات اللي موجوده في المشروع ده هي بتقلل من عمليه الاستيراد، وبالتالي بتوفر لك عمله صعبه في الوقت اللي موجود ده. جزء تاني ومحور تاني في المشروع ده عايز اتكلم عنه، فكره انك انت النهارده اليه تنفيذ المشروعات القوميه في الجمهوريه الجديده. الدوله المصريه النهارده لما بتشرع في تنفيذ مشروع ما بتقومش بفكره ان انا باجي اعمل مشروع في منطقه ما وبترك المشروع ده لمجرد ان انا قلت ان انا عندي مشروع في مليون واكتر من مليون فدان. انت بتتكلم عن المشروعات الزراعيه ولا المشروعات بشكل عام؟ بشكل عام. وباخد ده نموذج من المشروعات اللي بتورينا ازاي الدوله المصريه بتتعامل مع المشروعات القوميه. المشروع ده لما جت عمل
اتعمل له كمية من البنية التحتية في قصة الطرق اللي مؤدية ليه، وتم اختيار المكان ليه بحيث يكون قريب جدا لأقرب المواني، من ثم يسمح للتصدير وعملية أو يسمح لنقل السلع الغذائية اللي مزروعة في المناطق دي إلى المحافظات بتاعة الجمهورية بتكلفة طرق هائلة جدا. المشروع ده لما جت اتعملت له بنيه تحتيه فيما يتعلق بقصه الكهرباء، وانا اذكر ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في تعليقه على احد المشروعات وتقريبا منها كان مشروع مستقبل مصر، ان احنا لما بنعمل مشروع ما بنعملش مشروع لمجرد المشروع، انا بدور على تضافر كافه العناصر الهامه لانجاح المشروع. انا بقعد الدوله رئيس الجمهوريه بيقعد النهارده مع وزير الكهرباء يقول له مشروع زي ده انا عايز اعمله، المشروع ده النهارده انا هبدا مثلا بمليون فدان، طيب بعد كده ممكن المليون فدان دول يوصلوا 2 مليون فدان، انا عايز بنيه تحتيه للكهرباء في القطاع ده تكفي ل 10 15 سنه تانيين، وهكذا مع باقي القطاعات وباقي الوزارات. فالفكره في مشروع مستقبل مصر ان هو نموذج للعديد من المشروعات في القطاعات المختلفه بتعكس ازاي الجمهوريه الجديده بتتعامل مع فكره وآلة تنفيذ مشروع قومي، مش المجرد ان انا بعمل مشروع افتح فيه يافطه رخام اعمل عليه شويه دعايه واعلام، لا، المشروع بيتعمل، المشروع يبقى لعمر طويل لاجيال عديده، بيحقق اهداف، بيحقق نتائج في وقت قريب ونتائج لوقت بعيد، بيتم دراسه ان انا هل بعد 5 سنين شكل المشروع ده يبقى ازاي؟ طب المشروع ده عشان انا انجحه لازم ابقى موفر له شبكه طرق تقدر تاخد المنتج اللي موجود في المشروع ده وتلف بيه بره. فالفكره في المشروعات الاستراتيجيه دلوقتي هي فكره التنسيق والتضافر بين الجهات المختلفه. الجزء اللي اتكلمت فيه مع حضرتك فيما يتعلق بالرقعه الزراعيه، احنا زي ما شايفين والعالم كله شايف بيتعرض لازمه غذاء عالميه. مشروع مستقبل مصر والعديد من المشروعات زي إعادة مشروع توشكا والعديد من الرقعة الزراعية اللي بدأت تتعمل وملف الدولة المصرية من تبطين ترع ومن محطات تحلية مية عشان تخفف الهدر اللي موجود في الصرف الزراعي عفوا، كل الحاجات دي في الآخر خدمتنا في الأزمة الموجودة في أوكرانيا وروسيا فيما يتعلق بالغذاء في الـ في الـ في الـ في الوضع الحالي. وانت بتتكلم الفيديو بيتعرض قدامنا عن الزيارة اللي كانت في 2017، واعتقد انه احنا دلوقتي في 2022 المشهد اكيد مختلف تماما عن المشهد اللي احنا يعني 5 سنين المشروع. اللي انا عايزة اقوله انه بالمنتج يعني خاصة انه في الملف اللي حضرتك عامله قايل الملف بس عفوا عاملاه زميلتنا سما صالح. سما صالح الملف اللي عاملاه سما صالح، بس انتوا بتنفردوا في اخبار اليوم بملفات مهمة جدا. المحاصيل والاولوية للقمح والذرة، يعني اعتقد انه مع اللي شايفينه في توشكا مع حصاد القمح مع اللي شايفينه في مستقبل مصر احنا كده بنقدر نقول ان احنا في منطقة الامان، خليني أقول، ودي رؤية أعتقد أنها كانت 2017 كلنا لا عندنا فكر أن الدولار هيوصل لكده وأن عملية نقل البضائع، يعني لدرجة أن الأمم المتحدة امبارح بتطلب من روسيا أنها عملية نقل القمح عشان هتحصل مجاعة في العالم، لكن هذه الرؤية أعتقد أنها كانت سابقة بزمان. خليني أقول لحضرتك لأن ده أرض واقع اللي احنا شايفينه ده. انت كنت هناك يعني انت شفت بعينك الفيديو اللي حضرتك بيتذاع دلوقتي، انا كنت موجود في الجوله اللي موجود فيها، واجمل ما كان بقى موجود في الجوله ان الجوله ما كانتش لما رحنا هناك ما كانتش قاصره على مجرد وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه، لا، احنا شفنا هناك ناس رجال صناعه زراعيه، ناس من اكبر الناس مصنعي ومصدري السكر. الرئيس وقف معاهم واتكلم معاهم وقال لهم كان الموضوع في الوقت ده متعلق ببنجر السكر. اللافت للقصة ان الموضوع زي ما قلت لك ان الدولة بتتعامل باستراتيجية مختلفة عن استراتيجيات تعامل السابق مع المشروعات القومية. الرئيس وقف مع الناس بتوع البنجر وقال لهم انتوا ايه معوقاتكم في التصدير؟ طب وانتوا شايفين الزراعات والمساحات اللي احنا بنعملها هنا هتبقى ايه مدى نجاحها وايه المعوقات اللي ممكن تحول دون نجاح الحاجات دي؟ طب انتوا توصياتكم شايفينها ممكن تتعمل ايه؟ وبقيوا الناس، لان زي ما بيقولوا ادوا العيش لخبازه، الناس دي عارفه الصناعه بتاعه السكر دي، لان احنا في وقتها كان الموضوع متعلق بالبنجر وكان في موسم لزراعه البنجر والرئيس عمل جوله في المشروع فيما يتعلق بالجزء بتاع بنجر السكر. الرئيس بيستمع للناس المستثمرين في صناعه السكر ويقول لهم طب انتوا شايفين نعمل ايه؟ طب هل النهارده
الافضل ان انا النقطه دي النقاط اللي انتوا قلتوا ان انتوا متضايقين فيها نقدر نعالج القصه دي، ايه العقبات اللي موجوده منهم وقف معاهم اثناء المشروع؟ قال لهم انا عايز اسمع عقبات، ايه العقبات اللي بتحول كذا، ايه نصايحكم في ان المشروع ده يتم نجاحه؟ النهارده الزياره دي يعني مش متذكر كانت بتاريخ ايه، لكن الزيارات ومتابعات الرئيس للمشروع الواحد بتبقى زيارات متتاليه. الدوله النهارده ما بتقفش على المشروع لمجرد ان تم افتتاحه او لمجرد ان المشروع دار، لا ده في متابعه علشان تقييم الاداء والتوجيه التوجيه من اجل تصويب الاخطاء من اجل تحقيق اهداف مرجوه في المشروعات المقامه. هو موجود على ارض الواقع، يعني كل اللي بيمشي على طريق الضبعه بيشوف المشروع، يعني رؤى العين، يعني بيشوف الدنيا بقت خضراء. وعايز اقول نقطه مهمه جدا في مشروعات زي المشروعات دي، وهي حاجه مهمه جدا، فكره ان المشروعات دي بتبقى حريصه بجزء كبير في تنفيذها على توفير جانب يتعلق بفرص العمل. نعم. مشروع زي مشروع الضبعه ده احنا شفنا العاملين هناك عندهم حكوا مع الرئيس فكره ان المشروع وفر لهم دخول، لان النهارده المجال في فرص العمل في الوقت مع الزياده السكانيه الموجوده مش هيكون الا من خلال انك انت عندك مشروعات قوميه تقدر تستقبل العدد الكبير من الشباب. صحيح، 10,000 فرصه عمل مباشره و360 الف فرصه عمل غير مباشره، رقم في مشروع زي ده مش قليل طبعا. طيب خليني انتقل لملف الشائعات اللي احنا عايشين بيه، يعني احنا طول الوقت عايشين بشائعات. بعض المواقع الإلكترونية تداولت على صفحتها والتواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022-2023 تزامنا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لخفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022-2023 تزامنا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي. شددت الوزارة على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022-2023، حيث تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة تصل إلى 10.9% لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022-2023 مقارنة ب 321 مليار جنيه في موازنة 2021-2022. كما تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 31.3% خلال السنوات الخمس السابقة لتصل إلى 264 مليار جنيه في عام 2020-2021 مقارنة ب 200 مليار جنيه في عام 2015-2016. اسمح لي، أنا شايفة أن هذه الشائعة يعني اللي أطلقها أو من يطلقها شوية غير متابع، مش عايزة أقول لفظ أنه هو مغيب، يعني ليه؟ لأنه لما بنشوف مناقشة الموازنة الجديدة اللي كانت في مجلس النواب، نسبة الدعم المخصصة في الموازنة قد إيه؟ يعني أنت معنى كده أن أنت مش متابع قبل ما تطلع الشائعة دي، يعني بالعكس الدولة بتزود في مخصصات الدعم خاصة في ظل الظروف اللي موجودة فيها، بغض النظر عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أو لأ. خلينا أرد عليك في جزئيتين. الجزء الأولاني فكرة الشائعة، الشائعات هي التطور الطبيعي لأي نجاح بيحصل، سواء للإنسان، سواء للمجتمع، سواء للحكومة، سواء لأي حد. أنت وانس أن أنت بتعمل خطوات في حياتك، أو الحكومة بتعمل حاجة جادة في حياتها، أو أدائك محقق رد فعل كويس عند الناس، لازم يقابل ده أنك أنت تكون في شائعات. ففكرة أن تكون موجودة شائعات ده أمر طبيعي يعني امر طبيعي بالكتره دي طبيعي، طول ما انت شغال وطول ما انت عندك اليات بتواجه بيها المشاكل المحيطه لازم هيصحب ده شائعات. وهتركزي دايما هتلاقي الشائعات بتمشي على الوتر الحساس للناس، يتكلموا عن ان مفيش دعم للناس، ان هيلغوا مش عارف ايه، ان هيعلوا اسعار مش عارف ايه، ان اللي هيجيب اولاد هيعملوا فيه ايه، العنصر اللي ممكن ياكل مع الناس. ففكره الشائعات هي امر طبيعي وتطور طبيعي حتى في حياه الانسان، مش حياه حكومه او حياه حاجه.
انت ناجح انت عندك شائع، فده تطور طبيعي لاي نجاح. الجزء الشائعات الدولة المصرية الى قدر ما مجلس الوزراء بيتعامل مع الشائعات بشكل فيه الى حد ما شكل حرفي، بمجرد ما بيرصد من على موقع التواصل الاجتماعي شائعة ما بيرصدها وبيقول يا جماعة ان في شائعة كذا، والرد عليها 1 2 3 4 وبيتناولها وسائل الاعلام. فاحنا دلوقتي عندنا جزء في التعامل مع الشائعات اعتقد ان هو يعني قدر كويس جدا في التعامل مع ملف الشائعات. نرجع للنقطة اللي حضرتك بتتكلمي فيها، هي فكرة الدعم والحماية الاجتماعية. الناس لو جت تابعت المؤتمر بتاع رئيس الوزراء اللي كان فيه، الراجل قال ان احنا عندنا 4 محاور رئيسية هتشتغل عليها الحكومة المصرية بعد تكليف وتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليها خلال الفترة الجاية. الراجل اتكلم عن فكرة دعم القطاع الخاص، توطين الصناعات، خفض الدين العام. المبدأ الرابع اللي كان بيتكلم فيها فكرة مراعاة البعد الاجتماعي، وان احنا محدود الدخل وسط الأزمة الطاحنة اللي بيمر بها العالم، لازم النهاردة أكون موفر للناس دي حماية اجتماعية ما تأثرش عليهم قدر الإمكان. يعني إذا كانت الدول العالم كله بيتعرض لضغطة، فالضغطة دي بتنعكس على الدول، الضغطة اللي في الدول بتنعكس على المواطنين. الدولة حاطة في حساباتها في الفترة الجاية في آليات تعاملها مع الأزمة العالمية إنها تراعي الناس محدودة الدخل. محدود الدخل الدولة حطهم مش من دلوقتي، حطهم من قبل حتى الأزمة. احنا شفنا كتير مبادرات رئاسية عملت في قطاع الصحة، شفنا تكافل وكرامة معمول ازاي، شفنا العديد من الحاجات اللي كانت بتوفر جدا 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 للناس. فأكتر حاجة بصراحة بسطتني كان في المؤتمر الاقتصادي انك انت وسط الأزمة اللي انت بتتكلم فيها، وسط الضغط اللي معمول. ممكن النهاردة ده أزمة عالمية ما بترحمش وكله بيدوق من الكاس بتاعها. فكرة ان انت حاطط في حساباتك انك انت وانت بتواجه الأزمة دي لازم هيكون عندك مراعاة للبعد الاجتماعي، ولازم تحافظ على ما قدمته قبل كده للناس دي، وانك انت تكون عندك آليات وأطروحات تقدر فيها انك انت تخفف من الحدة دياتي بشكل ان هو تعمل لهم عازل قدر المستطاع من التأثر اللي هيكون موجود، ده في حد ذاته إنجاز. صحيح صحيح، لا هو إنجاز صحيح يعني، ودولة مهتمة بهذا الملف بشكل كبير وعلى الأرض، إحنا شايفينه على الأرض. حقيقي. طيب أنتقل لتصريحات السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أشادت في لقائها بفريدريكا ميار ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم القيادة السياسية لحقوق الإنسان، قائلة إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني توفر أهم الأسس لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفتح المجال أمام بناء ثقافة داعمة لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الفئات الأقل حظا، وهو الأمر الذي يرسي أقوى دعائم الجمهورية الجديدة التي تحترم حقوق بناتها وأبنائها دون أي تمييز بسبب الجنس أو الدين أو السن أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو المركز الاجتماعي. وأضافت خطاب أن المجلس يثمن التعاون مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم الأمم المتحدة لتنفيذ البرنامج الذي أعده المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال تنمية الأسرة المصرية ومنع الممارسات الضارة التي يجرمها القانون المصري، وتعد افتتاءً على حقوق الأطفال وخاصة الإناث مثل عمالة الأطفال والحرمان من التعليم. الحوار الوطني، أنا عايزة أقف عند الحوار الوطني. يمكن التصريحات خدنا جزء من اللي حيشاركوا في الحوار الوطني على أساس تصريحات السفيرة مشيرة خطاب وهي بتتكلم عن المرأة، لكن الحوار الوطني بشكل عام وكافة القوى والتيارات السياسية وكافة فئات المجتمع، أهمية هذا الحوار، وهل دي نقطة مهمة، هل سوف يشارك الجميع في هذا الحوار بجد؟ الحوار الوطني هو دعوة وجهها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وبمجرد ما الدعوة دي انطلقت لقينا ردود أفعال كثيرة موجودة من القوى السياسية والمجتمع المدني في مصر والشباب والمرأة وفئات مختلفة جدا بترحب بفكرة الدعوة وبفكرة الحوار. اللي عايز أقوله بفكرة إن دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتعامل بمنطق الحوار في التعامل مع وضع الاستراتيجيات. النهارده الرئيس لما بيجي بيعمل الجولات اللي بيعملها يوم الجمعه، الناس بتلاقيه كتير بيعمل حوار مع الناس وبيسمع لهم. صحيح. لما جينا في ملف زي ملف الشباب واطلق دعوه لعقد مؤتمر شبابي، هو الاساس في الموضوع هو الحوار، فكره الحوار مع الشباب. هو المؤتمر بتاع الشباب ده الهدف الاساسي منه هي فكره ايجاد حوار مع الشباب. لما بيجي الرئيس يحضر
وهو قال قبل كده انا ببقى حريص جدا وهدفي الاساسي هو فكره مصارحه الشعب والحديث مع الشعب والحوار مع الناس. ففكره ممكن اقول حاجه على منتديات الشباب، يعني اعتقد ان كان الشعب المصري كله بيستنى اسال الرئيس لانها على الهواء. صحيح، الجوله بتاعت اسال الرئيس، كان الفقره بتاعت جوله اسال الرئيس في مؤتمر الشباب كانت من اكثر الحاجات المثمره ومن الحاجات اللي الناس ما تتوقعش ان حجم الاسئله دي تتسال، والناس كانت بتقول في البدايه لا ده شويه اسئله مترتبه وهيسال مجموعه حاجات والموضوع كله هيبقى سطحي ومفيش حاجه، الناس كانت بتفوجئ باسئله ما مش ممكن تتقال. الرئيس في حد في الافتتاحات بيبقى رايح بيفتتح مشروع بيكلف مليارات ومحقق نجاحات، بيتكلم عن المشروع ده 5 دقايق ويفتح حالة حوار يحكي للناس عن بنعمل كذا والمخاطر اللي بتواجهنا كذا، ما بيجيش يقعد في المشروع يتكلم بيقول والله يا جماعة أنا عندي مشروع وعامل ومكسر الدنيا والدنيا تمام وإحنا رايحين في أحلى حاجة وفي أحسن قصة، لا بيخش في دايرة حوار، دايرة حوار بيوصل رسائل للناس، بيقول الوضع في الاقتصادي بتاعنا كذا، الوضع السياسي بتاعنا كذا، الوضع الاجتماعي بتاعنا كذا. الناس بتيجي تتكلم على فكرة الحوار الوطني اللي حاصل دلوقتي، الحوار كل حاجة بيبقى ليها وقتها، كل حاجة بيبقى ليها ميعادها. الفكرة بتاعت ان يكون في حوار وطني، انا ما ينفعش هقدر اجي، بعض الناس اللي بتيجي تتكلم في فكرة ان الحوار الوطني جاي دلوقتي، لا الحوار الوطني جاي في ميعاده، كل حاجة كان بيبقى ليها وقتها. الرئيس عمل حوار مع في الشباب، الرئيس فتح حوار لما اتحدث مع الناس ذوي الهمم وايه مشاكلكم والتقى بيهم وعندكم ايه، فبيسمع من كلامهم ويطلع من كلامهم بتكليفات وتوصيات وحاجات تتنفذ للناس ديت. الكلام اللي قالته القصه بتاعت المراه، الرئيس استمع وتحاور وتناقش في الملفات المتعلقه بالمراه ومنها اصدر توصيات وحقق لها قرارات تاريخيه لم تتحقق من قبل. فالفكره في ان آلية الدوله المصريه في الجمهوريه الجديده بتبقى قائمه على الحوار حول المشكله او حول الاطروحه اللي احنا بنسعى بشكل ما للعمل عليه. وعايز اقول لك على حاجه، النهارده الحوار الوطني هو حوار جاب مبادره غير متوقع، مش غير متوقع يعني ما كانش حد متوقع ان الرئيس هيجي في التوقيت ده الاسره المصريه يطلع يقول يا جماعه انا عايز اعمل حوار وعايز اتكلم والناس تتكلم ومن بعدها تاخد الاكاديميه الوطنيه التكليف وتوجه الدعوه لكل الاحزاب وكل القطاعات وكل القوى السياسيه وكل قاده الراي وبتقول لهم اللي عنده اطروحه يطرح اليه. اعتقد وليست معلومة ان الحوار ده هيكون بداية لجلسات حوار عديدة هتطلع منها توصيات هتفيد في عملية الحراك السياسي الفترة الجاية. وفي حاجة مهمة جدا لازم ان نبقى عارفينها، ان دائما من يدعو للحوار ليس يعني اللي يدعو للحوار لا يخاف، يعني انت لما بتكون واثق من ادواتك، واثق من الياتك، واثق من ان انت على ارض صلبه، واثق ان انت بتعمل اللي عليك، ما بيبقاش عندك مشكله ان انت تتحاور في قضيه ما. فالدوله المصريه مش هيبقى عندها مشكله في انها تتكلم في حوار سياسي وطني لان هي ما عندهاش ما يخيفها من انها تطرح موضوع للحوار وترد على التشكيل. طيب عايز اجي لنقطه مهمه جدا والرئيس بيجيب سيرتها كتير والناس بتتكلم، الاعلام. الإعلام جزء أساسي من هذا الحوار الوطني لأنه في الأول وفي الآخر الإعلام هو مرآة للدولة. طيب هل الإعلام وإحنا بنشتغل قايم بالدور اللي منوط بيه في نقطة معينة بناء الوعي، والرئيس دايما بيقول حتة الوعي، يعني عايز أقولك على حاجة، بما إنك تتكلم على حوار، يعني رئيس الوزراء لما طلع في المؤتمر العالمي الأخير قال ده بناء على توجيه الرئيس، قال له اطلع كلم الوسائل الإعلام المحلية والعالمية، لازم الناس تسمع، لازم الناس برضو أرجي بقى للإعلام من خلال جلسات الحوار الوطني وهيبقى له جلسات مهمة جدا، هل الإعلام قام بدوره المنوط به لوعي المواطن المصري؟ بصي عايز اقول لحضرتك على حاجه، الجزء الاساسي للاعلام الوطني او الاعلام الهدف هي فكره تقديم الوعي. الوعي عنصر اساسي جدا 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 في مكونات الاعلام الصحيح. احنا بنفتقد بعض الشيء في فكره الوعي، ان انت النهارده لما تيجي تقدم رساله اعلاميه بغض النظر سواء على شاشه او على راديو او على من خلال جورنال لازم تكون انت فاهم ايه اللي بتتكلم فيه وعارف انت بتعرض ايه وعارف ابعاد المشكله ايه ونقدك للمشكله ده مش غلط انك انت تنتقد، لازم زي وانت بتنتقد عارف النقد بتاعك ده قائم على اي اساسات وعلى اي شيء.
النموذج اللي حضرتك اشرت اليه نموذج رئيس الوزراء. النهارده الراجل لما طلع هو عمل اعلان للمشكله وقال انا عندنا مشكله 1 2 3 4. الناس بقت تسمع ارقام، بدات تحس ان لا، ان الدوله المصريه مش مغيبه في حاجه. النهارده الناس بدات تسمع فكره ان انا عندي سعر الاردب كان بكذا ودلوقتي بقي بكذا، والسعر برميل البترول كان بكذا ودلوقتي بقي بكذا، والنهارده التداعيات اللي عليا كذا وبقيت بكذا. ففكره الوعي فكره مطلوبه جدا جدا. من شويه كنا بنتكلم على فكره الوعي اللي بيتعمل، ما كله ده شغل من شغل الاعلام، الوعي اللي بتعمله مجلس الوزراء في ان هي ترد على الشائعات. ده المفروض يبقى دور منوط اساسي جدا للاعلام، يعني ان الاعلام دوره مهم جدا جدا في الوعي، دوره مهم جدا جدا في توصيل معلومه للناس، دوره جدا في انك انت تعرض بشكل واضح القضايا مدعومه. عشان توصل وعي لازم تكون واثق من ادواتك. صحيح. عشان انا كمشاهد عشان اقعد اتفرج عليك لازم اكون واعي لك، احسس بان انت يعني انت ما تجيش تكلمني كمذيع تقول لي لا عادي هي الاسعار والدنيا غاليه والاسعار كتيره لا انا النهارده احب اسمع او هتفرج على مذيع يجي يقول لي على فكره في ازمه، والازمه بتقول ان انت النهارده الاردب بتاع القمح كان بكذا، الاردب بقي بكذا، وده ازمه انت مطحون فيها. الناس النهارده معلش بتتفرج على السوشيال ميديا، بتتفرج، ما ده اعلام، لما تيجي الناس تتفرج على السوشيال ميديا تلاقي ان الناس مش عارفه تجيب زيت ودقيق في المانيا. فانت لما تيجي كاعلام تشرح لهم ده وتقول لهم يعني إن تخلي المواطن شريك معاك، شريك معاك في المشكله، ويكون عندك القدره ان انت توعيه باللي تقوله، مش اللي مجرد، لان السطحيه بتؤدي الى سطحيه. صحيح. الوعي بيدل على العمق، انت عندك القدره على الوعي بتقدر تخش جوه، بتقدر تخترق دماغ المتلقي، بتقدر لكن انت سطحي هتقدم رساله سطحيه ما مش هتؤدي لتاثير. صحيح. انتقل لموضوع مهم برضو جدا. الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوريه قال، وهو رئيس الامانه العامه لدور وهيئات الافتاء في العالم، قال انه اصبح لزاما ان يكون الاسلام الصحيح فاعلا اليوم في العلاقات الدوليه، كما يجب أن يتم تحديد من هم علماء الدين الذين يجب أن يتحدثوا باسم الإسلام. وأضاف علام، للأسف في كثير من الأحيان تستسلم وسائل الإعلام الغربية لخطاب المتطرفين من التيارات المتشددة الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، لذا فإنه قد حان الوقت ليعلو صوت العلماء الوسطيين. جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها في جامعة أكسفورد العريقة التي تعد أقدم جامعات بريطانيا السبع العتيقة وأقدم جامعة في العالم الغربي والمتحدث بالإنجليزية، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى بريطانيا التي بدأت الأحد الماضي. وأكد فضيلة المفتي أنه على وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وحكومات العالم أن تكون أكثر تدقيقا عند تعاملها مع علماء الدين حتى يتغلب صوت الاعتدال والوسطية على الأقلية الذين ينتمون إلى الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى أنه من خلال القيام بذلك يمكن للإسلام الصحيح أن يسكت الأقلية المتطرفة. يعني زيارة مهمة جدا وتاريخية، وكلمة مهمة أمام مجلسي العموم واللوردات البريطاني. إحنا تأخرنا في ده، يعني معلش زيارة زي دي بحجم مفتي مصر بالكلام اللي قاله في معقل الديمقراطية اللي هو مجلسي العموم واللوردات البريطاني وبيقول الكلام ده، واسمعوا للوسطية وكفاية بقى تسمعوا للمتطرفين وإنه أنتوا لازم تدققوا و و إلى آخره. هل إحنا تأخرنا في مثل هذه الزيارات ومثل هذا التوضيح؟ يعني ما اقدرش اقول لحضرتك فكره احنا اتاخرنا او كان المفروض نعمل الكلام ده من بدري، لان انا اعتقد ان هي دي اول مره بيلقي فيها المفتي هذه الكلمه، لكن سبق وقبل كده كان لقاء عبر الزوم مع بعض رجال السياسه والفكر في لندن. لكن انا خليني اقول لك ان اللي عجبني في الموضوع ده، وكان في تغطيه متميزه لصدى البلد مع الاستاذ حمد رزق في زياره المفتي للندن، انا عجبني المكان اللي راحه، فكره انك انت رحت لندن تحديدا، لندن من الدول اللي في الغرب اللي مسيطر عليها الاخوان المسلمين بشكل كبير، ومن ثم مسيطرين على الاعلام اللي موجود الثاني، وبالتالي هم سفراء الاسلام في لندن، فبالتالي للناس اللي موجودين في لندن او الناس العاديين اللي موجودين في لندن، الناس دي هم قدامهم شايفين ان ده الاسلام اللي بيعملوه الاخوان المسلمين، وتيجي الناس دي حتى لو تابعت جرائم الاخوان او شافت جرائم عن الاخوان بيشوفوا ان هم دول الاسلام. فانت بتتكلم في دوله زي لندن
في الجزء بتاع من اكثر الدول في الغرب اللي عندها انطباع سيء جدا 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 عن الاسلام والمسلمين. ده جزء. الجزء الثاني لندن من الدول الجماعه الاخوان الارهابيه ليها سيطره كبيره جدا على الاعلام اللي موجود فيها، ومن ثم سيطره على الرسائل المسمومه المرسله عن مصر هناك وتكوين الراي العام والصوره اللي موجوده عن مصر. فلما يجي مفتي الديار يتوجه لهناك ويقدم تقرير بيرصد جدا التجاوزات اللي موجوده لجماعه الاخوان المسلمين، ويقول بشكل واضح في الكلمه اللي القاها ان الاسلام الصحيح منبعه الفهم الصحيح للدين، وان الدين الاسلامي لا يدعو في الاساس الى فكره الحوار والتعايش مع الاخر وليس فكره تحويل الغير مسلم الى مسلم، وبيقول كده في الكلمه بتاعته انا تبعتها انه لا اكراه في الدين. الناس واجهت بده بأريحية، الناس فاهمة ان في لندن ان احنا كمسلمين قاعدين لازم الغير مسلم يأسلم، ولو ما أسلمش يبقى احنا ما بنتعاملش معاه ولا ندعو للتعايش معاه. الراجل قال ان وضح لهم بالنص وشرح النص، قال لا اكراه في الدين، احنا الدين الاسلامي لا يدعو لأحد. فده بيغير في افكار مترسبة عند الغرب وعلى رأسهم القصة في لندن. انا في تقدير انها زيارة موفقة، زي ما ذكرت لحضرتك في بداية الحلقة، الزيارة لمجرد انها هي حققت نتائج كويسة جدا ورد فعل، بدأت هتلاقي تتابع على بعض وكائل الانباء العالمية ردود افعال على ان الكلمة بتاعت المفتي فيها كذب وان الكلمة ما صدق. يا جماعة في تقرير الراجل جايبه ورصد اللي عملته جماعة الاخوان المسلمين في مصر، وقال ان هذا ليس من الاسلام، والتجاوزات اللي عملوها والقتل والذبح واستغلالهم للدين. الراجل في الكلمة بتاعته شرح المفهوم الديني الصحيح للإسلام، وقال إن الإسلام هو نص وفهم للنص، لكن الإسلام مش أشخاص هم اللي بيقولوا إن هم دول الإسلام. الإسلام في نص، في قرآن وفي حديث وفي فهم للنص، والفهم ده كل مواطن بيفهم، كل مسلم معذرة كل مسلم بيفهم نصه، سواء نص قرآني نص حديث وبيتعامل معاه. لكن مش معنى ان سين او صاد او عين هو دوتي ان الاخوان هم منبع الدين الاسلامي او ما يقولوه هو هم. وهو في لندن مفتي ديار المصريه دكتور شوقي علام، هم اساسا اللجان بتاعتهم اشتغلت على هذه الزياره. انا بقول لحضرتك يعني هم ما استنوش حتى لما يرجع. لان انت في النهايه بتعمل حاجه صح، ما هو انت شائعات يعني انت بتعمل صح، مهاجمه يعني انت بتعمل صح. القصة زي ما بقول لحضرتك قصة رائعة، ان انت رايح في بيت الناس اللي هي في النهاية انت عندك الاعلام في لندن كله عليه سيطرة شبه مش هنقول كاملة لكن شبه كبيرة جدا جدا من جماعة الاخوان المسلمين، هم اللي بيصدروا عن مصر وبيصدروا عن، يعني هم ضررنا في حاجتين، اما بيسيطر اما في النهاية بيعكس للمواطن اللي في بريطانيا عادي ان القتل مستباح وان احنا بنقتل وان احنا بنعمل وان اللي مش مسلم ما بنتعاملش معاه وان انا لو مش مسلم جنبي ما سلمش عليه وان انا ما عيدش على الغير مسلم، فالناس بتاخد انطباع ما فيش هو بيقروا من الاعلام الموجود. هل احنا محتاجين زيارات زي دي؟ يعني مثلا المانيا، الولايات المتحده، معقل بقى الناس اللي قاعده هناك؟ اكيد مواجهه الفكر تكون بالفكر. بالظبط، مواجهه مباشره كمان، مواجهه الفكر تكون بالفكر. وانا النهارده لما اجي اسمع، اذا انا بتكلم بلسان مواطن عايش في بريطانيا، انا النهارده لما اسمع ان راجل دين بيقول على ان الناس، يعني رجل دين زي مفتي الديار المصرية وله قامته واحترامته، بيجي يتكلم بيقول ان اللي ما يحدث من دعوة من جماعات الاخوان المسلمين والتشدد اللي بيتعمل والكلام اللي بيحصل من داعش ومن غيره ومن الكلام ده، ده حاجة مرفوضة في الدين الاسلامي، ده طبعا لها الاثر الطيب. صحيح. طيب برضو عايزة أرجع لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لهذه التوجيهات بمواصلة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية. قررت وزارة الداخلية بتوجيهات من الوزير اللواء محمود توفيق استمرار منافذ أمان التابعة للوزارة ومن خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية العام، ومد فترة عمل الشوادر والتنسيق مع السلاسل التجارية في إطار مبادرة كلنا واحد حتى الأول من شهر يونيو، ويأتي ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية 993 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادق بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل
التجارية إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%. صراحة مبادرة كلنا واحد اللي بتقوم بها وزارة الداخلية مبادرة من ضمن المبادرات الرائعة مع باقي مؤسسات الدولة بالمبادرات دي. وأعتقد أنه من ساعة ما ابتدت مبادرة كلنا واحد حتى الآن أن ابتدى قطاع كبير من المواطنين المصريين بيعتمدوا عليها. الجزء اللي اتكلمت فيه مع حضرتك برضو قبل كده بيرجعنا لفكرة حماية الحماية المجتمعية وتوفير حماية مجتمعية للناس محدودة الدخل. انت النهارده وفرت للناس على سبيل المثال اديت للناس بتاع تكافل وكرامه مرتب شهري مع الاسعار، الاسعار ارتفعت، فبقي النهارده الراجل اللي راح يشتري من الفلوس اللي هو واخدها من الدوله ودعمها بيها بيشتري كيلو رز او كيلو سكر او ازازه زيت كان ثمنها كذا، بقي ثمنها اعلى من موجود. هنا بيبان دور الدوله في ان تخش بمنافذ، المنافذ دي تقدر توفر اسعار زي ما حضرتك ذكرتي منخفض عن مثيلها في الاسواق بنسبه 25 و65%. ففكره مراعاه البعد الاجتماعي في في في, في الوضع اللي فيه الازمه العالميه اللي موجوده ده بتشكر وزاره الداخليه وتشكر وزاره كل مؤسسات الدوله اللي بتشارك في القصه زي دي. وده اعتقد زي ما قلت لحضرتك ده بيبقى في اطار سلسله الدوله لمواجهه تداعيات الازمه العالميه اللي موجوده، ان انا مش مجرد ان انا اديتك كتكافل وكرامه لا فلوس تاخدها، لا انا بحاول ان انا اخليك الفلوس اللي انت خدتها وقيمتها قلت عن الاول لا تقدر تشتري قدر الامكان، بعالج الامر باجي بوفر لك منافذ، المنافذ دي بتديك سعر اقل من السعر اللي هو موجود في السوق. صحيح. قدر المستطاع. عايزه ارجع لخبر لانه جالنا دلوقتي اتصال من المركز الاعلامي في وزاره التضامن الاجتماعي لما كنا بنتكلم على الدعم والدوله. تواصلوا معنا دلوقتي وقالوا لنا ان تكافل وكرامه زودوا عدد الأسر في تكافل وكرامة 450,000 أسرة. يعني ده استكمالا للي احنا كنا بنتكلم عليه. هم تواصلوا معانا وقالوا لنا في 450,000 أسرة زادوا. يعني أتمنى الحقيقة وزارة التضامن الاجتماعي بتعمل مجهود هايل جدا جدا. صحيح. جدا في الملف ده. وأنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، مش أنا راجل كنت أنا راجل صحفي ما كنتش أعرف يعني أسمع نشاط وزارة التضامن دي كتير. في وزارات في الفترة الأخيرة بدأت تبان وبدأت تتضح ويبان شكر لها عن الناس والناس. صحيح. تعرفها. الناس زمان ما كانتش يعني عارفة إيه قصة وزارة التضامن الاجتماعي، الوزارة دي بتعمل إيه. لا النهاردة الوزارة دي معنية بملفات عديدة. كان آخرنا المعاش أما بقول لحضرتك النهاردة معاشات وتكافل وكرامة ومواد وحاجات كتيره ونشاطات كتيره واستجابات سريعه ومتتاليه. صحيح. فبصراحه ربنا يعني الدكتوره نبين القباج من الناس اللي عامله مجهود قايل جدا. صحيح. جدا على الارض. عايز انتقل لخبر اخر بجريده اخبار اليوم، حيث تناقلت الصحف الايطاليه باهتمام بالغ خبر ترشيح المتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه السفير بسام راضي سفيرا فوق العاده لمصر في روما. ووصف الإعلام الإيطالي ذلك الترشيح رفيع المستوى بأنهم بمثابة إشارة مهمة لإيطاليا، حيث يعد راضي الواجهة الرسمية لمؤسسة الرئاسة أمام منصات الإعلام المصري والعالمي، وأصدر خلالها العديد من البيانات الرئاسية تضمنت تأكيد على دعم الرئيس السيسي للتعاون مع السلطات الإيطالية حول قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. ونشرت الصحف الإيطالية السيرة الذاتية للسفير بسام راضي والتي وصفتها بالكثيفة نظرا لمشاركته بشكل يومي على مدار 5 سنوات في جميع الاجتماعات الرئاسية داخليا وخارجيا واطلاعه الجيد على استراتيجيات وسياسات الدولة المصرية حول جميع الملفات الخارجية والداخلية. أستاذ أحمد، يعني حضرتك محرر شؤون رئاسة الجمهورية وبالتأكيد تعاملت مع السفير بسام راضي، و يعني لما هو متحدث رسمي لرئاسة الجمهورية وجاء هذا الترشيح، كيف ترى هذا الترشيح؟ كلنا تعاملنا وعارفين يعني مدى تفاني السفير بسام راضي في العمل وتعامله بكل رقي مع كل الزملاء الصراحة. اللي هو خليني اقول لك السفير بسام راضي هيكون ان شاء الله سفيرنا، سفير فوق مفوض فوق العاده في ايطاليا. ومفوض فوق العاده ده مصطلح بيطلق على السفير اللي بيمثل رئيس الدوله في الدوله اللي موجود فيها، فدي الفكره، فكره ان سفير مفوض فوق العاده. السفير بسام راضي على المستوى الانساني هو شخصيه راقيه جدا، تجيد التعامل مع الاعلام،
سواء اعلام مقروء او مرئي، يجيد التعامل جدا في الاعلام المحلي والاعلام الخارجي. بنشوفه جدا، بنشوف في الزيارات الخارجيه ازاي بيقدر يعني يدي شكل عام عن الزياره اللي موجود فيها السيد الرئيس. مبدا السفير بسام راضي في الجزء بتاع الاعلام هو مبدا بيرفع فيه شعار التفاعل. الراجل بيتفاعل مع محررين الرئاسه، بيتفاعل مع وسائل الاعلام المقروء، بيتفاعل مع وسائل الاعلام المسموع، حتى على صفحته الصفحه الرسميه للمتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه عنده تفاعل مع المواطنين. بنلاقي النهارده ان في مواطن عنده شكوى، عنده حاجه، السفير بنفسه بيخش بيعلق على الشكوى يعني فكره التفاعل للمتحدث الرسمي شيء بيبقى جميل. يعني نتمنى له كل الخير وان شاء الله يعني في مهمته الجديدة. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد حمدي، رئيس تحرير برنامج صباح البلد ومحرر شؤون رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم، نورتني. وأطلب منك طلب، كل ما يبقى فيه ملف أو فيه موضوع تحقيق مهم زي ده تنورنا في الاستوديو. شكرا لك يا رشا. أنا بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام، بكده انتهت جولتنا في الصحافة النهاردة. هروح لفاصل، بعد الفاصل النهاردة السبت، السبت يعني موعدنا مع فقرة السوشيال ميديا، انتظرونا مع لميس.